خوتي العزاز، السلام عليكم. كي راكم بخير؟ كلشي مزيان، اموركم على خير. مرحبا بكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم كاملين في قناتكم ابو راي للاعلان والتوظيف. مرحبا بالناس الجداد اللي تحقوا بالعائله، ومرحبا بكم خوتي لك حتى اول مره غتشاهدونا. ما عليكم الا تضغطوا على زر الاشتراك وانضموا لنا وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات. اذا خوتي، كما كتعرفوا قناه ابو راي للاعلان والتوظيف هي قناه مختصه في نشر اعلانات العمل والتوظيف مختلف المدن المغربيه، بطبيعه الحال اعلانات اللي هي موثوقه وصادقه. و كنبغي نبارك من بين الناس اللي تواصلوا معايا ولقاو العمل الحمد لله، اللي توضحوا تواصلوا معهم الشركات. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تواصلوش معهم الشركات، كنتمنى لكم التوفيق والعقوبه لكم ان شاء الله. ما عليكم الا بالصبر وما تيأسوش، ما تحبسوش، بقاو تبوسيليو بقاو تبوسيليو، وان شاء الله حتى يسهل الله بشي عمل. كناكد لكم انكم ما تخدموا ان شاء الله. إذن على بركة الله، دونك ما عليكم إلا تشاركوا الآن في القناة وفعلوا جرس وبارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو بزاف الفيديوهات باش كلشي يستافد إن شاء الله، وكلشي يخدم هادشي اللي بغينا. بغينا كلشي يخدم، حتى واحد ما يبقى جالس. إذن على بركة الله خوتي، غنمشيو الإعلان ديال بريكوما اللي تحط غير اليوم الصباح. بريكوما قالت علينا عن توظيف العديد من التخصصات بالمدن اللي غنشوفوا الآن. إذن 22 بوست اللي متوفر في بريكوما. اذا تيقلبوا على اجون دو ريسيبسيون مارشانديز بريكوما ديال الجديده. الاعلان الاول اللي هو هذا، كيقلبوا على اجون دي سيكوريتي، رجل امن في بريكوما ديال الجديده حتى هي. تيقلبوا على كادر كونطابل، تيقلبوا على شارجي كليون اون كونط بريكوما ديال الجديده. ايضا تيقلبوا على شاف دو غيون بريكوما ديال بني ملال، تيقلبوا على شاف دو غيون بريكوما ديال مدينه الرباط، تيقلبوا على شاف دو غيون الكتريسيتي. لي غيون شنو هما لي غيون؟ هما داك يعني فاش كندخلوا المتجر ديال بريكوما كنلقاو دوك الصف ديال كنلقاو الصفوفه، يعني كندخلوا الصف الاول كنلقاو فيه بيمو، كنلقاو فيه شيبس، كنعاودو ندخلو الصف الثاني عاوتاني كنلقاو فيه داكشي ديال الالكتريسيتي ديال الاضواء وداكشي ديال لي كابل. الصف الثالث عاوتاني كندخلو ليه كنلقاو الحوايج. دونك هادو هما كيتسماو لي غيون. الشيف دي غيون كيكون كل شيف مكلف بواحد لو غيون ديالو، دونك كيقلبو على شيف اللي مكلف بلي غيون ديال الكهرباء الالكتريسيتي لوميير في بريكوما ديال مدينه الناظور. ايضا كي بريكوما ديال مدينه سالا كيقلبوا على شاف دو غيون في ديال الجارديناج اللي كيبغي داكشي ديال كل ما كيتعلق بالجرده. ايضا كيقلبوا على شاف دو غيون كانكيري بريكوما ديال قنيطره، تيقلبوا على كوميرسيال كليون بريكوما ديال طنجه. مطلوب ايضا كونسيي دو فونت بريكوما ديال بني ملال، مطلوب كونسيي دي فونت بريكوما ديال الرباط، مطلوب ايضا كونسيي دي فونت بريكوما ديال الدار البيضاء، كونسيي دي فونت بريكوما ديال الناظور. كيقلبوا عليه ليفرور، الناس اللي كيخدم اللي كيقلبوا عليه ليفرور، الناس اللي صيفطوا ليا بخصوص السياقه بريكوما ديال وسط كوره كيقلبوا عليه ليفرور. بوسيلي ورا غنوريكم مازال كيفاش ترسلوا الطلب. ليفرور في مدينه الرباط بريكوما ديال مدينه الرباط، يعني سائق مهني. ايضا كيقلبوا على ريسبونسابل بريكوما ديال مدينه اكادير، ريسبونسابل لوجيستيك، ريسبونسابل المغازان ديال بريكوما ديال طنجه، ريسبونسابل ريجيونال سود، تكنيسيان كونطابل ديال في مدينه الدار البيضاء، و تكنيسيان ديكسبلواتاسيون اي ريزو ايضا بريكوما ديال الدار البيضاء. اذا خوتي، الطريقه ديال كيفاش انكم تبوسيليو هاد لي ليان كاملين اللي قريناهم الان، هاد لي ليان بالاحمر انا غادي نحطهم لكم روابط غتلقاوهم في صندوق الوصف كاملين، واي رابط دخلتوا ليه يمكن لكم تبوسيليو. اذا غنشوفوا في مثال تكنيسيان ديكسبلواتاسيون، ولا نشوف مثال ليفغور. اذا غنعطيكم غير مثال، راه نفس الطريقه بالنسبه للي بوست كاملين. نوريكم الطريقه كيفاش انكم تبوسيليو، يمكن لكم تبعوها يعني في اي بوست بغيتو تخدمو. اذا كما كتلاحظوا الاعلان راه تحط في لو 29، يعني اليوم شهر 12 2021، كنجيب لكم اعلانات الحصريه واعلانات اللي تحطو جداد، يعني مش حاجه قديمه. اذا غادي حولنا الموقع او الرابط لهذا الموقع ديال emploi.ma، غنكليكي فقط على بوستولي.
هنا غادي يطلع لينا واحد الاستماره اللي صغيره ماشي شي حاجه كبيره، دونك غادي نحطوا فقط المعلومات ديالنا، غادي نكتبوا لادريس ايميل ونكتبوا الهاتف بيرسونيل ديالنا، سيفيليتي مدام مسيو ولا مدموزيل، سيد سيده ولا انيسه، غنكتبوا البرينو الاسم لو نو الكنيه لا داس دو نيسونس تاريخ الازدياد الميتي العمل ديالنا نيفو المستوى الدراسي نيفو، وهنا لو ميساج بور ريكروتور ميساج يعني سكت واحد الميساج للمشغل، وفي الاخير غادي تجوانيو السي في في هذا المكان، دونك كليكي على شوازي ان فيشي وتحط السي في ديالك. اذا فالطريقه سهله وبسيطه الاخوان، ما كاينش حاجه صعيبه، ومن بعد كتكليكيو على جو بوسيول والطلب كيمشي مباشره للمتاجر ديال الابريكوما. اذا هذه هي الطريقه كيفاش انكم تبوسيليو بخصوص يعني بكاع التخصصات اللي ذكرنا في اول فيديو، هذه هي الطريقه باش انكم تبوسيليو. اذا الى دخلنا في المثال لهذا الاعلان ديال اجون سيكوريتي غنمشيو ليه نشوفو حتى هو، اذا غيطلع لينا بنفس نفس الموقع ديما emploi.ma. الاعلان كما كتلاحظوا راه اعلاناتكم اللي تحطوا نهار 29 تحطوا اليوم الصباح اجون سيكوريتي، غنكليكيو على ايضا على بوستولي. يمكن لكم تعمروا الاستمارات من الهاتف ولا من الحاسوب، عندكم اختيار ما كاينش مشكل. نفس الطريقه حتى هما حتى الاستماره اللي دير تكتبوا لها ادريس ايميل رقم الهاتف ديالكم 212 ما ديروش الصفر يعني 212 وتتبعوها بستة وكمل الرقم ديال الهاتف. غادي تختار واش سيد سيده ولا انيسه وتكتب السميه ديالك، ما يكونش شي خطا يكون اسم صحيح الكنيه. وبالنسبه للميتي دونك هنا كتلقاو لي ميتي، الوغ الميتي هنا شنو التخصص ديالي يعني واش اشا ولا كوميرسيال دو فونت كوميرسيال فونت جيستيون كونتابيليتي فينانس انفورماتيك نوفيل تكنولوجي جوريديك مانجمنت ديريكسيون جينيرال ماركتينغ كومونيكاسيون ميتيي دو لا سانتي اي سوسيال ميتيي دو سيرفيس ميتيي دو بي تي بي برودكسيون مينتينونس كاليتي. دونك هادشي كامل دونك نتوما كتختاروا الدومين ولا التخصص اللي بغيتو تخدموا فيه. دونك نديرو في المثال ميتيي دو سيرفيس، وهنا كنلقاو النيفو ديال التيت كما كتلاحظوا هنا راه بالنسبه للمستوى الدراسي راه يمكن لك تخدم واخا ما عندكش بكالوريا مستوى دراسي الثالثة اعدادي الرابعة اعدادي خمسة اعدادي، يمكن لك تخدم واخا ما عندكش مستوى دراسي عالي، فكتختار فقط كاليفيكاسيون افون باك الى ما عندكش بكالوريا. الى عندك بكالوريا كتختار بطبيعة الحال البكالوريا ولا باك بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 فما فوق. الو هنا كنلقاو عاوتاني نيفو ديال ليكسبيريونس في مجال العمل، واش متمدرس جون ديبلومي الا خديتي الدبلوم ديالك كتكوشي على الخانه، عندك تجربه اقل من عامين تكوشي على الخانه، عندك تجربه من عامين حتى لخمس سنين كتكوشيها اكسبيريونس، اولا تجربه من خمس سنين حتى لعشر سنين تكوشيها، ولا اكسبيريونس تجربه اكثر من عشر سنين. دونك حنا نديرو ديبيتون على مبتدئ ندير قل من عامين. اذا وهنا كنكتب واحد لو ميساج، نخلي لكم واحد الموديل في صندوق الوصف يمكن لكم تخدموا به بطبيعه الحال ما كاينش مشكل. ومن بعد كتكليكيو كتشوازيو يعني تحطوا السي في ديالكم، ومن بعد كتكليكي على جو بوسيل الطلب ديالك يمشي مباشره للمتاجر ديال بريكوما. بالنسبه للفيديو راه مازال ما حطيتوش لكم الخوت، يعني كنت وعدتكم انني غندير واحد الفيديو نشرح فيه اولا نعطي فيه بعض الاسئله اللي كيعطيهم في لونتروتيان يعني الشركات ولا المتاجر. ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو جديد لظروف يعني ضيق الوقت كنحاول انني يعني انا راني خدمه وعندي كاين بزاف ديال المسؤوليات كنحاول انني نحاول نقاد ندير وقت الفيديو وقت العمل. فالفيديو راه يعني بديت كنوجد فيه ان شاء الله باش نحط لكم الاسئله داكشي اللي كيعطيو في لونتروتيان، داكشي راه كيكون ساهل وبسيط ما كاينش حاجه صعيبه، ما عليكم الا عيطوا لكم ولا اتصلوا بكم ان شاء الله. هادشي اللي بغينا نتمنى لكم التوفيق ونتمنى انهم يتواصلوا معكم، عيطوا لكم كتوجدوا من قبل الاسئله اللي غادي يقدروا يعطيوكم في لونتروتيان باللغه العربيه ولا بالفرنسيه، وكتكونوا مجهزين راسكم. اون فوا كتمشيو كيوصل الموعد ديال لونتروتيان كتمشيو يعني
يعني عادي، ما كاينش يعني شي ارتباك ولا شي تخوف، داكشي عادي كيدوز نورمال، ما كاينش شي حاجه صعيبه، كتمشي عادي، لابس مزيان، كتكون لابس مزيان بريزونطابل وكتمشي صافي سنطيحه، كتدخل دير لونتروتيان ديالك، وإلا تقبلتي ان شاء الله البروفيل ديالك كان مزيان، راه بطبيعه الحال كانت عندك تجربه، واخا ما عندكش نيفو ديتود اللي هو عالي، كانت كشافوك يعني واثق في نفسك وكتهضر يعني مزيان، وكما كنقولوا مخرج عينيك، راه الحمد لله راه كتخدم. اذا خوتي كنتمنى لكم التوفيق، ولو بعض النصائح يعني فقط الموتيفاسيون، نتمنى لكم التوفيق، الله يسهل عليكم كاملين. ما تنساوش تشتركوا القناه مع الاصدقاء والاحباب، وشاركوا الفيديوهات ايضا مع الاصدقاء والاحباب باش كلشي يستافد، وديروا لايك للفيديو وشاركوا في القناه بطبيعه الحال، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وانتظرونا مازال كاين بزاف بزاف ديال الفيديوهات ان شاء الله اللي غنبارطاجي معكم. خوتي تبارك الله عليكم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.